وبدعم من الحكومة النرويجية والهولندية أقيم في محافظة نينوى مؤتمر وطني يهدف إلى إعادة الاستقرار والتماسك المجتمعي بين أبناء المحافظة، وذلك بعد سنوات على انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش. وطالب المشاركون الحكومة الاتحادية بدعم مناطق غرب نينوى وإعادة تفعيل الدوائر الحكومية لتسهيل الإجراءات التي توفر التعويضات المادية للمتضررين من أفعال داعش، مشيرين إلى أن هذه المناطق تعاني من تردي الواقع التعليمي والخدمي. وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في توزيع المبالغ الخاصة بإعادة الإعمار من قبل المؤسسات الاتحادية والمحلية. حضرنا هذا اليوم المؤتمر الختامي الذي قامته جمعية التحرير للتنمية بالتعاون مع التمويل الحكومة النرويجية والهولندية، وهذا البرنامج حقيقة هو برنامج إعادة الاستقرار وإعادة التماسك المجتمعي للمجتمع في محافظة نينوى. نحتاج إلى دعم الحكومة، وقفة جادة من الحكومة التي تدعم الاستقرار في تلك المناطق، أن تدعم موقف التعويضات وموقف المتضررين في تلك المناطق. مناطق غرب نينوى فيها شبه اضمحلال في العملية التربوية، لا يوجد عملية تعليمية وتربوية حقيقية، مدارس مهجورة، هناك مئات المدارس التي إما توقفت الحياة التعليمية فيها أو هي تسير بوتيرة ضعيفة وبطيئة. هناك عدم وجود عدالة بتوزيع المبالغ الخاصة بإعادة الإعمار من عدة مؤسسات حقيقية اتحادية ومحلية، يجب إعادة النظر في هذا الموضوع. نحتاج من الحكومة العراقية ونحتاج من المنظمات الغير حكومية التواجد في المنطقة لكي يعززوا من هذا نوع من التسامح والتماسك بيناتهم.